سلام عليكم ورحمة الله معاكم شيماء. ايوه مش عايزك تستغرب. ايوه انا شيماء. صدق المقدمة دي احلى ساس والله احلى سلام. سلام عليكم ورحمة الله معاكم شيماء، والنهارده يا شباب ايوه هحول نفس البنت زي ما انتم شايفين، وهنعمل مقلب في مين؟ في اخونا الصغير يحيى. اوكي تخيلوا بقى اخويا الصغير سحس اللي هو المفروض صاحبه وحبيبه وبيقعد معاه ويلعبوا مع بعض كتير، يدخل له بنت السيرفر ويقول له اول مره تلعب لعبه ماينكرافت واسمها كمان شيماء. انا متاكد 100% ان اخويا الصغير هيتجنن ويموت ويعرف معلومات عني. هل هو بقى احنا نعرف ده كله النهارده؟ هل هو هيموت ويعرف معلومات عني، ولا هل هو ما بيحبش البنات، او اللي هو يعني مش بيهتم بالبنات قد كده وهيسيبها ويمشي بعيد عنها؟ وتخيل الشباب ان انا هقلب كمان صوتي بنت، فالموضوع هيبقى صعب جدا عليه، وانا متاكد ان هو هيصدق عياله وهيتجنن. فقبل ما يبدا الوقت يا شباب حبيت افكركم ان انتوا لازم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذكر الله لا اله الا الله. عزيزي عزيزة المشاهد سيبكم من صاحبنا اللي بيتزحلق ده، اللي ما بيعملش اي حاجه مهمه في حياتكم، وتعالوا اقول لكم على حاجه مهمه وهتفيدني وهتفيدكم هتفيدني وهتفيدكم يا عيال. النهارده يا شباب كلمه الاشتراك اللي موجوده تحت ديت لو دوست عليها كانك اتبرعت بجنيه واحد بس لمده شهر كامل يا عيال. يعني النهارده لو جمعنا 50,000 مشترك ب 50,000 جنيه، 200,000 مشترك ب 200,000 جنيه، فانت كل اللي عليك عشان تدعمنا، مش تدعمنا انا ماديا، لا احنا هنتبرع بيها يا عيال. فلو ضغطت على الكلمه الحمراء كلمه اشتراك فانت كده ضفت جنيه يا عيال للحساب وكده يعني، وفي اخر الشهر هنجمعهم وهنعرف قد ايه في اخر. ايه ده؟ اخطبوط تحت التلج. ايه ده؟ ازاي الحاجات دي بتعيش في التلج؟ لا سحر ولا شوف يلا. ما انا كنت لسه هقول لك والله حالا. والله العظيم ازاي المفروض يبقوا متجمدين. المهم ايوه المهم عاد ما تنسوش دلوقتي تضغطوا لايك، عايزين نوصل المقطع ده 50,000 لايك. لو عايزين المقلب ده في حد تاني اكتبوا لي اسمه تحت في الكومنتات، اضغطوا على كلمه اشتراك الكلمه الحمراء. حابين تنتسبوا في القناه ماديا وتدعموني انا، دوسوا على كلمه الانتساب باي مبلغ مادي ويلا. خليني انت نزلت هنا تحت الترج، اطلع اطلع جسمك ينشف. الدنيا حر. ما انت عشان فار، انت عشان فار بالنسبه لك الدنيا حر. استنى 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 اطلع اطلع اطلع. هيموت هيموت هيموت. ايه ده يا ابني؟ انت فار يا ابني يعني عادي انزل. اوكي يا شباب بنات، فطبعا دلوقتي اللي عايز اقوله لكم ان سحس هو اللي هيبقى مشارك معايا في المقلب ده. انا طول المقطع ممكن ما اتكلمش غير كلمه. شوفوا طالع من الميه ازاي. شكله عيال والله العظيم فار فار يعني. فهو انا مش هتكلم غير كلمه ولا كلمتين اللي هم مثلا هكلمه باساس اللي هو صوت البنت وكده. سحس هيعرفوا عليا وان انا مبتدئ او نوب في لعبه ماينكرافت. طبعا مالك اخويا الصغير يعني عقله متفتح حبتين، فهيحب ان هو يعرفني على اللعبه اكتر وهيخليني ان انا عارف اللي هيحصل، يعني انا عارف اخويا يعمل فيها ايه. فيلا بينا خلينا نبدا. سحس بص، هو هناك في اخر بيت على الشمال، البيت اللي على الشمال ده دهله، وانا شيماء هش يلا بينا. نم 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 مالك؟ نعم. ولا تعالى اطلع هنا، انا جبت لك النهارده حته لحمام. جبت لك النهارده حتى من اجمل فتيات العالم. جبت لك النهارده بص كده. ايه ده؟ عارف دي ايه؟ ايه دي؟ صاحبتك الجديده يلا. يلا يا عمها. هاي ما بتتكلمش ليه؟ معرفش بقى. بتتكلمي كده؟ استنى استنى اصل انا فاكر انها قطعت لها لسانها، هوريكي ايه؟ يا عم لا تمام مش كده، حرام عليك دي بنت صغيرة. طب استنى انت بتعمل ايه؟ انا كنت قاعد في البيت. تعرف دي مين؟ تعرفش؟ معرفش. دي البطة. ايه؟ بطة ايه؟ معرفش. بطة شيماء؟ لا مش شيماء. انت البطة؟ ايوه هي البطة. ايه ده؟ طب ما تتكلمي. ما بتتكلمش، ازاي بطة تتكلم؟ ماشي طب ثواني. ايه ايه ما بتتكلمش ليه؟ لا مش عارف. بقولك ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. هاي جايز هاي. طب بقول لك ايه؟ هلو هاي هاي. ما تعزمها على اكلك اول حاجه؟ لا استنى ده هديك على دماغك يا ابني. انت عارف انت عشان تكسب واحده اعزمها على اكل، اعزمها على اكل.
ماشي. بقول لك دي تيجي نروح نجيب اكل؟ ماشي تعالي. بصي كسري كسري الخشب ده، كسري، خليها تكسر الخشب وانت ما تكسرش يا غبي غبي. ماشي ايوه بس 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 خلاص خلاص ما تكسريش. ايوه كده خليك راجل. ايوه بسرعه، مش بتحبيها تقف كتير، بسرعه. ماشي يا عم، قول لها هات الخشبة اللي في ايدك عشان تقيلة، بسرعة بسرعة. قول لي هات الخشبة اللي في ايدك عشان شكلها تقيلة. هاتيها هاتيها. ماشي برافو. ماشي خلينا نعمل بس كده. قول لها انت بتحبي تاكلي كده يعني، بتحبي تاكلي ايه؟ ها استنى اما اروح وراها. روح وراها. سمك؟ عايزة تاكلي سمك؟ ما تقولهاش من انهي نوع، جيب لها اي نوع كده في بالك. ماشي حتى لو كان رخيص عادي، قول لها ب 10000 دولار كده. يا عم حرام عليك، ما تضحكش على البت يا عم. ما دي بطه تفهم اي حاجه. عارف لو جبت لها لحمه هتعيط. ليه؟ عايزه لحمه امشي. احسن سحس يا ازيك؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ مالك؟ انا اسمي شيماء. ايه ده وانت البطة؟ لا ماشي زيو. اوكي يا عيال انا دلوقتي فصلت الميوت، مالك كده عملت له ميوت دلوقتي. مالك عايش الدور جامد ونزل يجيب لي عيال سمك كمان. شوفوا مستمتع جدا، نزل يجيب لي سمك ومصدق ان اسمي شيماء والدنيا لذيذه معاه، كل حاجه تمام. انا هفضل ماشي لحد كده، هفضل ساكت، هفك ميوت دلوقتي يا عيال، واعمل كاني ولا كاني ايه، كاني ولا كاني دي، هعمل كاني مش مفيش اي حاجه، واعيش مع الدور، وهياكلني سمك، وهيظبط وضعي طول اليوم كده. بدا ان هو يعيش الدور وبدا ان هو يحبب في شخصيتي. بدا دلوقتي يا عيال هخش وهتجي ناحية بوابة النظر اللي موجودة هنا، في بوابة نظر اشوف. هنروح فين؟ هنروح نزلك على كده. ماشي ماشي ثانية اجمع بس خشب. او ماي جاد يا عيال ده يعزمني على العشاء. ده عايش الدور على الاخر اقسم بالله. انا معايا، انا معايا للاخر. اوكي ايوه جمعت الخشب، انا حلله. تحط ماشي بس تعالي تعالي بسرعه عشان الدنيا بتشتي. تعالي خدي خدي بسرعه. بصي انا استنى ما اقتلك الفيليجر ده عشان ايه ما يضايقكيش ويقعد يخش عليك. حرام حرام. تعالى تعالى يا ابو من غير بتنجانه صغير. حرام حرام ايه. تعالى تعالى تعالى. حرام يا وحش. لا خلاص خلاص مش هقتله. انت فين؟ انا هنا. ماشي حط بس في البيت بتاعي. ماشي اوكي. السمكة واقف بيتشوي. بتحبي البطاطس؟ ايوه ايوه. ماشي وحياة امي يا مالك، لو امي عرفت الكلام ده وعرفت ان انت بتكلم انا يا عيال، ده لو في الحقيقه مش هيعمل معاها كده، ده بيعزمها على سمك وبيقول لها بتحبي مش عارف ايه وايه. والله ده طلع مجرم يا عيال، ده بيعرف يشرب بنات اكتر مني. ده سيبوا سيبوا خش يا شباب. اهو مسكي سمك اهو. شكرا. هاي بطاطس هاي. ايه رايحه فين؟ استني 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 جاي وراك. استني راح فين؟
يا عيال انا مش لاقي بوابة النزر اللي كانت هنا. كان في بوابة نزر هنا، دقيقة تبص عليها. اي اي هي رايحة فين؟ لا 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 ما تدخلهاش ما تدخلهاش دلوقتي، استني استني استني، بصي هبقى شغاله لك هنا. لا ما ت... بصي بصي بصي، لا لا ايوه البسيهم البسيهم، بصي ديت هبقى اشغلها لك بعدين، بس عشان ايه، هي خطره، فاحسن لك البسي دلوقتي ماشي، علشان انت لو بتدخلي بيبقى في نار وحوش وكده ماشي. كيف تعالي تعالي، ما اسمه ده، ما ترى ما تدخليهاش ماشي. يلا تعالي استني بس اما اخد الايرون اللي هنا حلله. ايوه تعالي يا عيال، اقسم بالله انا عمري ما اكلم بنت كده، ده بيقول لي تعالي وهعمل لك اللي انت عايزاه، ودي خطر عليك، خايف على البيت. وانا فاتح لا اوكي مش فاتح المايك تمام. هو فين البيت بتاعي؟ الو انا تيهت. ايه البيت كان هنا؟ ايوه ايوه خلاص افتكرت افتكرت، تعالي. مالك؟ ايه ده؟ لا مش هو احنا. مالك؟ ما انت بتحب؟ ما لا انت مرتبط؟ لا ما بتفكرش ترتبط؟ بفكر ليه؟ انت عندك كم سنة؟ 10. وانا ده بجد؟ ايوه. واو تعال نلعب. طب استني، طيب اروح بس اجيب الفلوس ماشي؟ لا نلعب هنا على التلج. اجيب بس، انا مش عارف البيت بتاعي راح فين. ايوه اهو ده، انت بتكسري البيت بس. استنى استنى هوريك. ماشي استني بس اما اخد البيكاكس، قصدي اخد الفرن. ماشي ايه ايه في كرافتنج عليا. اعمل كده اي رونا. ماشي ايه ده، انت هتعملي قوارب؟ اوكي واو طب حيت. مالك مالك يا مالك. طب بصي بصي، طب تعالي ورايا عشان هنقتل الايرون جولم عشان مالك. ناخد منه. نعم لو بتحبني نط هنا. انت رايحة فين؟ ايه ايه تعالي تعالي يا بنتي خدي. لا 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 هيقتلك هيقتلك هيقتلك، بس بس هيقتلك هيقتلك، سيب انا اقتله. يا عيال بقول لكم ايه، مالك مالك خلاص مالك ايه ده يا سحس سحس، سامعني سحس؟ يا الو سحس، هو سحس راح فين؟ هو كمان سابني وراح فين يا عيال؟ مالك خلاص مالك، بقول له لو بتحبني نط من هنا، راح ناطط. اوكي خليت الايرون جولم، هنسيبه لحد بقيه الايرون جولم. الصراحه عايز اعمل اي حاجه مجنونه بحيث ان هو يندهش كده، فاهمين ازاي؟ ايه رايكم اولع في القريه؟ والله فكره، تصدق اجيب جرافل واحده ايرونه، اخليه يجيب لي ايرونه واولع في القريه. اوكي هو اكيد معاه ايرونه، اروح اخد منه الايرونه ديت واجيب واحده جرافل واولع في القريه واشوف رده فعله تبقى عامله ازاي. اوكي كابل ستون. ايه انا عايزه ايه؟ عايزه ايرونا. ماشي امسكي، بس خلي بالك ما تعمليش بيها حاجه وحشه ماشي. ماشي انا هقعد اجمع ايرون هنا. يا عايزه تطلعي؟ اه خلاص ماشي.
اوكي يا عيال، دلوقتي انا بقيت اعملك زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا اروح لاي منطقه فيها جرافل، اي نوع من انواع الجرافل، المهم ان احنا نولع في القريه. بما ان في ساند وهنا في بحيره، فاكيد تحت بلوكه من البلوكات ديت هنلاقي جرافل، بس هو هيبقى صعب شويه لان احنا في منطقه ثلجيه زي ما انتوا شايفين. اوكي 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 اوكي، لسه بقول لكم صعب شويه، لقيت على طول الجرافل يا عيال. حاجه كويسه جدا، وزي ما انتوا شايفين كده عملت اول حبات فلينت. اوكي يلا بسم الله، حط على طول دي كده. الله عليك يا ام كامل، عملت فلينت اند ستيل وهي الولاعه. دلوقتي الشباب بالصدفه كده هيلاقيني بولع في القريه، انا متاكد 100% ان هو هيقول لي اللي انت بتعمله ده غلط وهيزعق وهيصوت وكده، ساعتها انا هزعل منه. تمام اوكي، ولع في القريه يا ام كامل، ولع في القريه. اوكي يا رب بس يشوفها متاخر تكون ولعت بس. طيب طيب يا شباب والله العظيم ولعت في بيوت الكراوين كلها. اوكي والله انا ردة فعل اسطوريه، عاد متخيلين ان هو خلاص يعني عاش الدور معايا وصدق فعلا ان انا. ايه ده ايه ده ايه ده اللي انت بتعمليه ده؟ بس بس غلط غلط غلط، بس مش هينفع. طفي طفي طفي. طفي البيوت. لا يا بنتي، بس بس مش هينفع، بس بس كده غلط. يا نهار اسود، البيت البيت ولع. اوكي يا عيال انا بحاول انتحر. لا بس هتغرقي، اطلعي. خايف عليا يا بيبي؟ آه انا مالك؟ سيبها تتحرق. لا مش هينفع، غلط. استنى سيدي اقفل الفويس. مالك انا محمود. ايه؟ تعالى يا جزمة يا جزمة، خلينا نعمل كل ده. تعالى تعالى والله ما اهدى 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 اهدى، بنهزر يا مالك. اهدى 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 اهدى، وحط تعالى. اهدى ليه ده يا عم انت؟ والله عايز اطلع فوق اي بتاع. يا بتاع شيماء، والله اسميك بتاع شيماء يا عيال. كل اللي اكتب تحت في الكومنتات مالك بتاع شيماء، شوفوا بتاع وانت شيماء. وانت بتاع سلمى، تعالى. لا انا مش بتاع سلمى، انت بتاع شيماء. يلا اطلع فوق اي بيت انا بسرعه. اوكي حط ده كده. اوعى بتاع شيماء ما تلمسنيش يا بتاع شيماء. اوعى بتاع شيماء. لا هموت هموت يا بتاع شيماء. يا ابني انا شيماء، بتضرب شيماء حبيبتك؟ تضرب في حد يضرب شيماء كده ينفع؟ اوكي حط ده. اوكي كسر دي الاول. تمام بص يا سحس، مش عارف سحس والله راح فين. اوكي اوكي طلعت فوق يا عيال. اوكي وضعنا فوق السمباتيك. اوكي بيحاول ان هو يضربني. اوكي اطلع هنا يا كامل، حط ده بسرعه. مش عارف احط قلب بسرعه. والله معيش ادوات اضربه بيها. وسع كده بتاع شيماء، وسع كده بتاع شيماء، وسع بتاع شيماء. وانت وسع يا بتاع سلمى، تعالى. اروح اقول لامي ان هو بتاع شيماء يا عيال، متخيلين ان هو ده كله اصلا مفكر ان انا بنته وعايش الدنيا. تعالى يا بتاع سلمى. قتلني. وانا كل ده بعمل كده، وكنت اخره وجايبه بطفي، وكنت اقول الله لا يسيئك. طب بذمتك انت شكيت؟ مع انه صوتي على فكره انا تقريبا ما غيرتش يعني الصوت قوي. ما شكيتش نهائي. الله لا يسيئك. انت صدقت ان انا شيماء؟ حبيت شيماء؟ طيب ايوه. حبيت شيماء؟ لا لا. ايه بس؟ لا ايه ده، انت كنت مغرم. والله يا شباب اللي مسكت بس يا بتاع سلمى. بس لا لا، مين سلمى دي؟ وات في هروح اروح اقول للمامون. لا سلمى ايه وبتاع، انت مصدق نفسك ولا ايه؟ بس بتاع شيماء احنا شفنا بتاع شيماء، شفتوا بقى انتوا بتاع سلمى؟ بس بقى ما بلاش ما بلاش اقول. استنى استنى، ما بلاش اقول للمتابعين ان انت بتكلم سلمى على الديسكورد. ما بلاش. مين سلمى دي؟ والله العظيم ما حصل يا عيال، وربنا ما بكلم سلمى. هو بيقول كده طبعا. لا بيتكلم بيكلم واحده اسمها سلمى. بيقول كده اسمها سلمى. بيقول كده عشان بتاع شيماء. اهو انت اللي بتاع سلمى يا بتاع شيماء. يلا يا بتاع سلمى بس، يلا يا بتاع سلمى بس. احسن احسن، انا عايزك تفضل متغاص كده ومن كده. بتاع سلمى يا بتاع شيماء. وانت بتاع سلمى بس. اوكي يا عيال يا شباب، ولا لنا كل وصايه المقطع. اتمنى يكون مقطع شيماء عجبكم، فاتمنى لو عجبكم المقطع تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات. واهم حاجه يا عيال، لو وصلتوا استنى بقى عشان احضر لك مفاجاه. المقطع ده لو وصل 30,000 لايك اقسم بالله اشتري من مالك هديه. هديه هتكون حساب فول اكسس، وبقول لكم الهديه على طول كده. حساب فول اكسس اتوقع بكام دولار؟ ب 70 دولار تقريبا، مش عارف 70 دولار ايه، ب 27 دولار. ايوه، فانا اقسم بالله يا شباب المقطع ده لو وصل 30,000 لايك قدامكم اسبوع كامل
كامل توصلوا 30,000 لايك، وانا ما عنديش مشكله هشتري حساب في الاكسس بتاع شيماء ده وبس. اشوفكم مقطع تاني على خير الله. اتمنى لكم مقطع النهارده. مين ده اللي بتاع شيماء؟ طردني من الكلب لا دخلني يا اسطى. انت بتهزر يا اسطى يا علي؟ يو ار باند فروم ذا سيك. طردني لاش باردون الكامل كده خد السيرفر يا اخي. يا اخي بحبك انا بتاع شيماء والله العظيم. يعني انت مش مصدق انت برضه تاني؟ بند تاني بتاع شيماء. لك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. لك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. لك مليون.